الرئيس السيسي أشاد الاحتفال بعيد الشرطة السبعين ويؤكد أنه لولا تضحيات الشهداء ما كاد لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. الرئيس السيسي يؤكد أن ما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة. وخلال زيارته لسلطنة عمان، شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. 9 مساء بالقاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة أنه لا يفوته في هذا اليوم أن يوجه تحية لمناسبة ثورة 25 من يناير. وأضاف الرئيس السيسي أن ثورة يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفاله بذكرى وزارة أو احتفال الداخلية بذكرى 70 لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. قد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهوناً بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدا. كما وجه الرئيس السيسي تحية لأرواح الشهداء والمصابين ممن ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، مشيرا إلى أن جهودهم وبطولاتهم ستظل دائما في الذاكرة. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء. شدد الرئيس السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا، وأنه لولا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. وثمن رئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 70 تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب. احنا مش هننسى أبدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون تمن
هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن للدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم. وفي كلمتها أيضا أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري، مشددا على أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلاً بالأمس أصبح ممكناً لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمراً قابلاً للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. وفيما يتعلق بجهود البناء والتنمية، فقد أكد الرئيس السيسي أن ما تم تحقيقه هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة التي تحظى كرامة المواطن وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة عن شكره باسم المصريين للأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة وباء كورونا للحفاظ على صحة المصريين. والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعاً إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. We'll be right back.
وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة، كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة، حيث صدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسمي الشهيدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده. كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لاسمي الشهيدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر. كما منح الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70. وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وزير الداخلية محمود توفيق. أكد وزير الداخلية محمود توفيق حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية. وشدد وزير الداخلية في كلمة له خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70، شدد على العمل على تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي. تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي، من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بأعداد العنصر البشري وتطوير معدلات وآليات الأداء. قدم وزير الداخلية محمود توفيق هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار احتفالية عيد الشرطة 70، وأكد وزير الداخلية أن ذلك يأتي تقديرا وعرفانا لقائد أنجز لمصر قاعدة راسخة في التنمية والازدهار، وكان دوما سندا لشعبه في مغالبة الصعاب، وسار جابرا للخواطر، ونجت به مصر من المهالك. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. جاء ذلك لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة هذا، وقد نشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية. تقدم شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. وأعرب شيخ الأزهر عن تقدير الأزهر الشريف للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام. كما هنأ رئيس الطائفة الإنجليزية القس أندريا زكي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لمناسبة عيد الشرطة 70 وذكرى 25 من يناير. وأعرب رئيس الطائفة الإنجليزية عن الاعتزاز الدائم بنجاح قوات الشرطة الباسلة وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق أمن واستقرار المصريين. كما أرسل رئيس الطائفة الإنجليزية برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة.
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات تسكين سوق الجملة ببرج العرب وتسكين أهالي المناطق غير المخططة. خلال الاجتماع تم شرح الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة ببرج العرب، وتم استعراض خطة تشغيل السوق والتنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية في هذا الشأن. كما تم عرض موقف إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا موقف تسكين أهالي هذه المناطق في مشروعات بشائر الخير. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه سبق عقد اجتماع بشأن ملف التعامل مع مياه الأمطار ذلك في محافظة الإسكندرية، تم خلاله الاتفاق على عدد من المشروعات وضرورة وضع خطة تنفيذية لهذا الملف تستند إلى فصل شبكة الصرف الصحي عن مياه الأمطار. كما لفت مدبولي في الوقت نفسه إلى أنه طبقا للتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة حاليا، فهناك عدد من المشروعات المطلوبة لمواجهة الظواهر الناتجة عنها. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الهوية البصرية لمحافظة أسوان، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبت الجامعة الألمانية وعدد من طلاب المدارس والجامعات بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة. في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان، سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق. كما التقى شكري مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد. تناول اللقاء ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وطفرة تنموية تعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية. هذا وقد تطرق شكري إلى التضامن ما بين البلدين والشعبين والتقدير لما يقدم للجالية المصرية في عمان ودور هذه الجالية كجسر للتواصل ما بين البلدين. كما تناول اللقاء أبرز القضايا العربية والإقليمية والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. شهد وزير الخارجية سامح شكري أعمال الدورة 15 للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عمان. في هذا الإطار وقع وزير خارجية البلدين على 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين، وتضمنت مذكرة التفاهم مذكرة في شأن المشاورات السياسية، ومذكرة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وثالثة للتعاون في مجال الإعلام، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي، وبرنامج تنفيذي في المجال السياحي، وآخر بين وزارتي التربية والتعليم. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره العماني بدر البورسعيدي، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ما نتج عن هذه اللجنة العمانية المصرية من توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات سوف يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ودعم التنمية في البلدين الشقيقين. وأشار شكري إلى أن العمل جار إلى مزيد من التعاون لما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري ذلك ما بين مصر وعمان، بالإضافة إلى تسهيل جميع العقبات. بشأن ملف سد النهضة، أكد شكري أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كان هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن هناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الإفريقي تم حلها وفق القانون الدولي والتي تلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبي في التنمية وحق مصر والسودان في نصيبهما من مياه النيل.
استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر بعبدة. خلال الاستقبال قال الرئيس اللبناني إن أفكار مبادرة لإعادة بناء الثقة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية، مضيفا أن لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي. وفي السياق، قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، قال إن العلاقات مع بيروت لم تنقطع وأنها الآن في مرحلة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت. في أول زيارة لمسؤول خليجي بارز للبنان، توجه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت ضمن الجهود الدولية المختلفة لإعادة بناء الثقة مع لبنان. تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق، ولهذا التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي ثلاث رسائل. الوزير الكويتي أكد أن هذا التحرك يحمل ثلاث رسائل إلى لبنان: الأولى تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني، والثانية رغبة مشتركة لاستعادة لبنان لرونقه وتألقه، أما الثالثة فهي رؤية كويتية خليجية حيال لبنان تتمثل في أن يكون واقفا صلبا على قدميه لأن قوته هي قوة للعرب جميعا. الآن الزيارة هي كخطوات ومقترحات كإجراءات لبناء الثقة. الآن احنا سلمناها إلى دولة الرئيس وإلى أخي وزير الخارجية، والآن على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة يعني كيفية التعامل مع هذه الأمور والمضي قدما فيها. وشهدت الزيارة جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الكويتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين بيروت ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لمناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. خطوة إذن لإعادة الثقة بين لبنان والعالم تأتي في وقت يحتاج فيه البلد العربي لكل دعم ممكن للخروج من أزماته وتحديدا الاقتصادية. عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب دولة الكويت. خلال الاجتماع أكد السفير محمد أبو الخير مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، أعلن تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم الذي نفذته قوات الحوثي، خاصة استهدافهم للمدنيين. وجاء الاجتماع بناء على طلب الإمارات لمناقشة الهجمات التي قامت بها قوات الحوثي، ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرار يعبر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات والتضامن مع دولة الإمارات. مشاهدينا، نشرة التاسعة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك نهاية محتملة لوباء كورونا في أوروبا بعد أوميكرون. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع نهاية محتملة لوباء فيروس كورونا في أوروبا بعد متحور أوميكرون. وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغي أن المتحور أوميكرون الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس القادم أطلق مرحلة جديدة من وباء كورونا في المنطقة، وقد يقرب الأزمة الصحية من النهاية. ف
فتحت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع في بروكسل، ذلك لتفريق محتجين ضد التطعيمات والقيود المفروضة لمكافحة كورونا. جاءت المسيرة في أعقاب مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى اكتذبت أيضا آلاف الأشخاص احتجاجا على شهادات اللقاح ومتطلبات أخرى فرضتها الحكومات الأوروبية على أمل إنهاء جائحة فيروس كورونا. وشهدت بلجيكا تزايدا في أعداد الإصابة بكورونا وكذا في أعداد من يدخلون المستشفيات في يناير الجاري بحسب المعهد الوطني البلجيكي للصحة العامة. احتشد مئات المتظاهرين في مدينة برشلونة الإسبانية احتجاجا على القيود التي أقرتها السلطات الوطنية والإقليمية للحد من تزايد أعداد الإصابات بسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وكان من بين المشاركين في الاحتجاجات أشخاص يرفضون اللقاحات وآخرون ينكرون وجود الفيروس أو ينكرون خطورته. هذا وألغت السلطات الكاتالونية الجمعة الماضية قيودا خاصة كانت فرضتها، منها حظر التجوال ليلا والذي كانت قد أعلنته لكبح جماح الزيادات في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا والذي بدأت في الظهور في نوفمبر الماضي. أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد لمناقشة الأنشطة الروسية ضد أوكرانيا. وأضاف البيت الأبيض أنه تمت إحاطة بايدن بشأن وضع العمليات الروسية العسكرية على الحدود الأوكرانية، حيث ناقش الاجتماع المساعي الدبلوماسية المتواصلة لخفض التصعيد عبر الدبلوماسية وأيضا إجراءات واشنطن التي تتم مناقشتها مع الحلفاء. شدد بايدن مجددا على أن غزو روسيا لأوكرانيا ستترتب عليه تداعيات سريعة وقاسية ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن فرض عقوبات على روسيا الآن سيؤدي إلى فقدان الغرب القدرة على ردع أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. وخلال تصريحات صحفية أضاف بلينكن أنه إذا دخلت قوة روسية إضافية إلى أوكرانيا فإن هذا الفعل سيستدعي ردا قويا، مشيرا إلى أن أمام روسيا خياران: التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية. دعت وزارة الخارجية الروسية وزارة الخارجية البريطانية للتوقف عن الاستفزازات ردا على التصريح الأخير الصادر عن مسؤولين في الخارجية البريطانية فيما يتعلق بأوكرانيا. كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت في وقت سابق بيانا مفاده أن القيادة الروسية تدرس إمكانية تنصيب حكومة موالية لروسيا في أوكرانيا، وأن النائب الأوكراني السابق يفجيني مورايف قد يرأس هذه الحكومة. أعلن الرئيس الأرميني أرمين ساركسيان أنه قرر ترك منصبه وأنه قدم استقالة رسمية بذلك، مرجعا خطوته إلى انعدام قدرته على التأثير في السياسات المتبعة في وقت تشهد بلاده أزمة وطنية. يأتي هذا التطور بعد أن شهدت أرمينيا عام 2021 موجة مظاهرات واسعة وخلافات سياسية حادة، ذلك على خلفية نتائج حرب في إقليم كارباخ مع أذربيجان التي استعادت بالأعمال القتالية ثلثي الأراضي التي خسرتها جراء المواجهات في المنطقة في التسعينيات من القرن الماضي. أعلن قصر الإليزي مقتل عسكري فرنسي برتبة عميد في مالي إثر هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في مدينة جاو بمالي. كانت فرنسا قد سلمت عدة قواعد عسكرية في شمال مالي ضمن خطة لإعادة انتشار الجيش الفرنسي. ويقول الجيش الفرنسي إن الانسحاب لا يعني بالضرورة الخروج من مالي كليا، وأن الاستراتيجية الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي تهدف لتقليص عدد الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل إلى النصف. اعترفت حكومة بوركينا فاسو بحدوث إطلاق نار في عدد من ثكنات الجيش في البلاد، لكنها نفت استيلاء الجيش على السلطة.
قال المتحدث باسم الحكومة الكاسم مايغا، قال إن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي توحي باستيلاء الجيش على السلطة لا أساس لها من الصحة. كما دعا المتحدث باسم الحكومة دعا السكان إلى التزام الهدوء. رفع مجلس النواب جلسته العامة مع الدعوة إلى جلسة غدا الاثنين لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبرجات في مجموع مواده، وأجل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. جلسة جديدة لمجلس النواب يواصل خلالها جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين. بدأت الجلسة بالموافقة على طلبات عدد من النواب لتحديد موعد للمناقشة فيما يخص سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي ورقمنة الكتاب الجامعي وآليات الرقابة على المصنفات الفنية وغيرها. وخلال الجلسة أحال المجلس عددا من قرارات رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، ومنها قرار بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، وقرار بشأن الموافقة على الاتفاق مع جمهورية بروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. كما تم إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. تلا ذلك ناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبرجيت. الشركة أصلا شركة عتيقة، ويمكن بقى لها 50 سنة شركة الاتحاد العربي للنقل اللي هي السوبرجيت. وموضوع القرض في إن هو بيجي هيجيب 120 حافلة أو ميني باص. الشركة اللي بيخلينا نوافق على هذا المشروع، هذا القانون، من حيث المبدأ إن الشركة عندها من الأصول العينية ما توفي التزاماتها. وبعد المناقشات تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون في مجمله، مع تأجيل أخذ الرد النهائي على مشروع القانون للجلسة القادمة. ثم تم استكمال جدول أعمال الجلسة بمناقشة مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. أنا بتقدم بالشكر للجنة الموقرة على إعداد هذا التقرير، وبوافق على هذا القانون من حيث المبدأ في دمج الثلاث صناديق في صندوق واحد، وهو صندوق السياحة والآثار، لعدم تضارب الاختصاصات بين الصناديق المختلفة. احنا شفنا ان الدولة المصرية قدرت تحقق نجاح بشكل كبير في الترويج للسياحة عالميا من خلال إقامة احتفالات أبهرت العالم زي نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش. فإحنا في احتياج لإنشاء هذا الصندوق لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادي للمساهمة في الناتج المحلي للدولة المصرية. أنا أوافق من حيث المبدأ وبدعو المجلس الموقر الموافقة عليه. وفي نهاية الجلسة رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار والمواد حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل ما ورد في جدول الأعمال خلال الجلسة القادمة. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار يساعد على تنشيط السياحة، في حين يراعي مشروع قانون السوبرجيت يراعي الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
تم مناقشة مشروعين قانون. الأول هو السماح لوزير المالية بضمان شركة سوبر جيت لمد وسائل النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنحها قرض من البنك المصرفي المصري بقيمة 800 مليون جنيه مصري بعد تقديم الضمانات المالية والعينية والأراضي والأصول لوزارة المالية. أنا شايفة أنه القانون ده منطقي جدا وطبيعي بعد ما بعمل عاصمة إدارية فيها نقل كل الوزارات بشكل كامل وبعيدة بعض الشيء من المحافظات، كان لابد من أن أنا أراعي الموظفين اللي رايحين الوزارات دي وأن أنا أوفر لهم شريان حياة ينقلهم من مكانهم للعاصمة. السوبر جيت يعتبر من يعني وسائل النقل أو الشركات اللي هي حضارية في هذه الحالة، والأوتوبيسات بتاعتها طبعا هتبدأ تشتريها 120 أوتوبيس ميني باص كدفعة أولى في هذه الحالة للانتقال الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، هتحتاج إلى قرض يعني يصل إلى بحد أقصى 800 مليون جنيه مصري. هتشتري 120 ميني باص في هذه الحالة، بالإضافة أن يبقى فيه جراج ليها ومحطة موجودة هناك حضارية. الحقيقة النهاردة كان بيتم مناقشة قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، ده بعد تعديل اسمه، وده إن دل على شيء فهو بيدل على التكامل اللي أصبح بقى موجود ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فبراير 2021 كنت في كلمتي عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين كنت بطالب بوجود صندوق لدعم السياحة والأثار للوقوف بجانب السياحة المصرية والعاملين بالقطاع في ظل الأزمات اللي كنا بنعدي فيها سواء أزمات كورونا أو غيرها على مر الزمان. صندوق السياحة والأثار النهاردة يعني صندوق هام جدا، لأن احنا بندمج فيه ثلاث صناديق قائمة بفعل، أثار النوبة وصندوق الأثار وصندوق السياحة القائم، ويمكن ده هيساعد على الترويج للسياحة في مصر وتنشيط السياحة بعد طبعا خارجين من جائحة كورونا ولسه في بعض الآثار والتداعيات إليها. ويمكن التنسيقية النهاردة قدمت ببعض التعديلات اللي وافق عليها بعضها المجلس، الموقر منها أوجه الصرف على من الصندوق، وكانت شاملة كل حاجة، أنشطة الترويجية والتنشيطية وكمان تطوير المناطق الأثرية والسياحية والمتاحف. وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية والصحية وحالة المسكن لمواطنة مسنة تقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتبلغ من العمر 100 عام. في هذا الإطار تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ببحث ودراسة الاستغاثة، وتبين أن المواطنة تقيم مع ابن شقيقها بعد وفاة شقيقها وليس لديها مستندات ثبوتية، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تقرر صرف مساعدة مالية عادلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بمبلغ قدره 500 جنيه لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة لإدراجها ضمن مساعدة كرامة. أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة على المناطق الساحلية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترات، يجرى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات. وأوضحت الوزارة أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد. أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن هناك جهودا مكثفة من قبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الوحدات المحلية تمكنت من تنفيذ 132 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة، منهم 70 قرارا على مساحة 4147 مترا و62 قرارا على مساحة 19 قيراط و10 أسهم.
انطلقت اليوم فعالية اليوم الثاني للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة 2022. وأطلق محافظ مطروح خالد شعيب إشارة انعقاد الجلسات واللقاءات الثنائية والندوات العلمية لمهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، كما تفقد أماكن العرض والمنتجات المعروضة، مشيرا بأنواع التمور التي تم عرضها داخل المهرجان، مقدما التهنئة للعارضين الذين فازوا بالجوائز. تم النهاردة ندوة علمية وورش عمل خاصة بزراعة النخيل وصناعة التمور ومقاومة آفات وسوسة النخيل، وفي الوقت نفسه تفقدنا المعرض اليوم الثاني. سعيد جدا الحمد لله المعرض جاب فعالياته كويس جدا، ليه فعاليات كويسة. شفنا النهاردة في صفقات تمت النهاردة في المعرض ما بين شركات ومنتجين ومزارعين. الحمد لله عندنا فوق 80 عارض من جميع دول العربية، يمكن عندنا السودان، عندنا الإمارات، عندنا ليبيا، المغرب، الأردن، السعودية، دول صحيح كتير جدا موجودة داخل المعرض. أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي عن إنهاء أزمة 82 حالة من متضرري السيول، بعدما تواصل مع رئيس صندوق التنمية الحضرية واتفق على تخصيص وحدات سكنية لملاك متضرري السيول من مخصصات صندوق التنمية الحضرية بحي الروضة في رأس غارب. جاء ذلك خلال جولة لمحافظ البحر الأحمر في مدينة رأس غارب لافتتاح عدد من المشروعات، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث قام بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش مدينة رأس غارب، بالإضافة لافتتاح مبنى الضرائب العقارية والمعهد الأزهري ووحدة رعاية الأمومة والطفولة ومشروع إنشاء الوحدة البيطرية. والآن مشاهدينا نتحول بكم إلى هذه الوقفة الاقتصادية والمتابعة مع ميرفت المليبي. شكرا إلهام ورجائي، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق، وخاصة التي تخدم المدن الجديدة. وخلال استعراضه تقرير بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، أشار مدبولي إلى أن المشروعات تسهم في جذب العنصر السكاني وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقد أشار التقرير إلى إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، وذلك إجمالي أطوال بلغت نحو 1350 كيلومتر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. وخلال اللقاء أشار مدبولي للاهتمام الذي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تعظيما لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات. من جانبه استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اللقاء الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حاليا بميناء السخنة، والتي تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة وما تضمنه أو تضمه من محطات للحاويات وأخرى للبضائع. يمضي الاقتصاد المصري قدما في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمرا في أدائه القوي في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلية التي تنتهجها الدولة، وذلك على مدار الأعوام الماضية. وقد حقق الاقتصاد معدل نمو اقتصادي إيجابي للعام الثاني على التوالي على الرغم من أزمة كورونا، حيث وصل إلى 3.3% عام 2020-2021.
في إشارة على استمرار أدائه القوي خلال عام 2021، تتواصل الإشادات الدولية والعالمية بالاقتصاد المصري. هذا ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في أحدث تقرير له يرصد نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد. وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40 مليار و900 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2021. وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، لافتا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة إي فاينانس في أكتوبر 2021. وبشأن البطالة، أوضحت الحكومة استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 و 7.3% في الربع ذاته من عام 2020. ومن أبرز ما ورد بالتقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر. وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى بي بلس بنظرة مستقبلية مستقرة. هذا وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى بي بنظرة مستقبلية مستقرة. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط من مبيعات المستثمرين العرب والمصريين. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 750 مليار و900 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو 6 مليارات ونصف المليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 11655 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70، والذي تراجع بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100، والذي تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و64 قرشا للشراء و15 جنيها و77 قرشا للبيع. اليورو 17 جنيها و74 قرشا للشراء و17 جنيها و89 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 21 جنيها و20 قرشا للشراء و21 جنيها و39 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و25 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا شراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب عالميا عند مستوى 1836 دولارا للأوقية. وفي الأسواق المحلية، استقرت أسعار الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداول على الذهب عالميا ومحليا. يسجل الذهب عيار 18 نحو 687 جنيها، عيار 21 802 جنيه، وعيار 24 سجل اليوم 916 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب 6416 جنيها. أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان عددا من التيسيرات الجديدة لمنتفع المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب. وقد أكدت الشركة أن تلك التيسيرات تهدف إلى تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضي المشروع في عمليات الاستزراع والتنمية،
وكذلك السماح لهم باستكمال إجراءات التعديلات لتوفيق أوضاعهم بما يساعدهم على إتمام عمليات الاستزراع والتنمية بقطع الأراضي المخصصة لهم في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام ورجاء إليكم. شكرا لك ميرفات المليدي على هذا العرض. استطاع رجل أردني يقدم الحساء الساخن لناس بالشارع بالمجان أن ينال الإعجاب والدعم من جميع ممن حوله. 3 مرات بالأسبوع يقوم خلالها ماجد البشاوي بتوزيع الطعام واستبدال الماء البارد بالحساء في الصيف. للمزيد نتابع التقرير التالي. لم يمنعه عمره الذي تجاوز عقده 6 من الحرص على القيام بأعمال الخير رغم بساطة الحال ابتغاء لوجه الله. ماجد البشاوي يقف أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة الأردنية عمان 3 مرات في الأسبوع ليقدم الحساء الساخن ووجبات مجانا للمرة. أنا سعيد وسعادتي لا توصف لأني بشوف الناس كلها جاي فرحانة وابتسامة وفي ناس بحاجة حقيقة. ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، لا نبغي إلا وجه الله. ويعلو صوت البشاوي أو أحد أفراد فريقه من المتطوعين بالنداء سبيل سبيل لوجه الله تعالى، وقد وصل ما وزعوه في ساعتين إلى 1500 كوب من الحساء الساخن. والله مهمة جدا في وجبة الفطور هاي الصبح. 100% منها الواحد بعد مرات بيكون ما معه فلوس يشتري، بمرق على باب هالجامع وبلقى الشباب بينادوا زي هيك وباخذ لهم كاس عدس. وينفق البشاوي وصديقه على المبادرة في الأغلب من خلال قبول تبرعات، ويقول إنه زاد كمية العدس الذي يقدم كحساء من 10 كيلوغرامات في البداية إلى 70 كيلوغراما الآن. ولا يتوقف البشاوي في الصيف، لكنه يستبدل الحساء الساخن بالماء البارد. أنا بالصيف بوزع ماء يوميا تقريبا 4-5 آلاف كاس ماء، بستمر من شهر 6 لغاية 30/10. بطريقة أو بأخرى يبقى حب الخير محركا لمحبيه أينما كانوا وبأي طريقة، فقط ابتغاء لوجه الله. مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابعها في هذه الوقفة الرياضية. نعم، ونعود مرة أخرى إلى ميرفت المليدي. شكرا لكم مجددا إلهام ورجائي، وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. وصل منتخب مصر استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وأدى المنتخب الوطني اليوم تدريبه على الملعب المخصص لتدريباته، حيث شارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدا محمود حمد الونش تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله. تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره منتخب الجابون بضربات الترجيح بواقع 7-6، وذلك في دور 16 من المسابقة. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي اتسمت للمنتخب البوركيني. وفي البطولة نفسها يلتقي المنتخب الكاميروني غدا مع نظيره منتخب جزر القمر في الدور الثامن النهائي. وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يواجه المنتخب الغيني نظيره الجنبية. نهاية أخبار الرياضة وعودة لإلهام ورجاء إليكم. شكرا ميرفت على هذه الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الأوروبي عن مغادرة أول سفينة مساعدات من ميناء بولينيزيا الفرنسي متجهة إلى جزيرة تونغا الواقعة في المحيط الهادي والمنكوبة بموجات مد عاتية تسونامي. نعم، هذه موجات أثارها ثوران بركاني تحت سطح البحر، ذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أنه
من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، فإنه ينسق مع فرنسا لتسليم 30 طنا من المساعدات، بما في ذلك وحدتان لتنقية المياه وأربعة آلاف لتر من مياه الشرب وخيام عائلية، أيضا مجموعات أدوات للملاجئ وغيرها. والآن لمتابعة للأحوال الجوية. نعم، تنضم إلينا مرة أخرى زميلة ميرفة المليجي. إليك شكرا رجائي وإلهام، وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد ساقية على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وكذلك وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 15 والصغرى 7، الإسكندرية 15-7، مطروح 15-7، بورسعيد 15-7، الإسماعيلية 16-7، السويس العظمى ستكون 16 والصغرى 7، العريش 15-7، طابة 17-10، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 19-12، الأقصر ستكون 19-6، أسوان 20-8، الوادي الجديد 18-5، شلاتين 24-10، وأخيرا حلايب 22-11. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا بأخبار الطقس، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 70 ويؤكد أنه لولا تضحيات الشهداء لكان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. الرئيس السيسي يؤكد أن ما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة. خلال زيارته لسلطنة عمان، شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. نهاية التاسعة مشاهدينا.